طبعا حادي كان ليلة زواجي، انت تعرفين يعني واحد شاب 27 سنة او 26 سنة، اول واحد في العائلة تزوج وطالع من الرياض ومبسوط، وايام عيد وايام فرحة وطالع من الرياض رايح للزواج في احد المدن. وسبحان الله قبل ان لا اصل الى المنطقة بقرابة 30 كيلو او 20 كيلو، يعني صار علي انقلاب بالسيارة. يعني الى الان انا حتى سألنا المرور ايش السبب، هل هو انفجار كفر او صدمت بشيء او حاجة، يقول ابدا ما في، السيارة منحرفة عن الطريق وقالبة. لكن اللي انا انصح فيه دائما، يعني هي بإرادة الله وقدرة الله سبحانه وتعالى، لكن انا اقول ربط الحزام مهم جدا، ربط الحزام. انا ما كنت رابط الحزام، فهو اللي سبب لي خروجي من السيارة وسقوطي على الحجر على ظهري مباشرة. لكن الأروع من هذا كله أنه أهلي كانوا خارجين من منطقة بيوصلون للمنطقة اللي أنا فيها، فاتصلوا علي قلت لا تروحون، خلينا ندخل كلنا سوا، وكانوا ينتظروني. فبعد صار بعد ما خلصت منهم المكالمة صار علي الحادث، فاتصلوا ورد عليهم شخص قال لهم صاحب السيارة قال. فتخيل اللي أنقذني اخواني من الحادث، وهم اللي اسعفوني وشالوني ودوني. يعني تخيل انه فضل الله العظيم ان ارسل هذا الرجل، وانه اهلي ينتظروني عشان اسوي الحادث، كانه يقول لهم والله انتظروا ترى بيصير عليه حادث. فسبحان الله منهم شالوني ودوني، صارت علي غيبوبه مده يوم تقريبا. بعدين تنومنا في المستشفى وابلغوني انه هذا شلل، لكن تعود بعد الحركه بعد التمارين وما التمارين والاشياء دي. انا فوت امري الى الله والحمد لله، طالما هي جت من الله يكفيني ذلك. فالله سبحانه وتعالى متى ما اراد اني امشي سامشي، ما يعني هي بيد الله سبحانه وتعالى، لكن ليس تالها على الله سبحانه وتعالى. لكن وصلت لمرة يوم صار علي الحادث قبل 18 سنه، كان هو نقطه التحول اللي انا اسميها على قولتهم كل واحد امامه تحويله في برنامج كبير جدا. قلنا تحدثنا فيه انه امامك تحويله، فكانت الحادث هو ليله زواجي. الحادث ليله زواجي كان ثاني يوم عيد الفطر المبارك، كان من 18 سنه. فسبحان الله يعني رايت في هذا النقطه التحول ما بين اني كنت معلم استراحة بيت وأرجع وهذه حياتي كلها، يعني ما في شيء منتج في المجتمع، ما في شيء أكون متحدث عن الآخرين، ما في أني يكون إنسان عندي إنجاز معين، خلاص عندي راتبي من التعليم وانتهى والسلام عليكم السلام. لكن سبحان الله جت نقطة التحول بإني أصبحت من الأشخاص ذوي الإعاقة على كرسي بشلل نصفي. فأقول سبحان الله لو 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 جمعنا مثلا أو سألنا أي إنسان الآن، أنا أسأل أي إنسان أي شخص في الحياة أقول له لو جاتك هذا نقطة التحول أمامك في الشارع، تيجي تلقى لوحة مكتوب عليها أمامك تحويلة. حنا من طبيعتنا وش بنصير، يا أخي كسروا الشوارع يا أخي، جننوا، دائما نغضب. لكن لو ما انتبهت للوحة هذه ورحت وطحت وتكسرت، يا أخي ليتهم اللي كتبوا تحويلة ولا لا؟ يعني لما كتب بتحويله قلت خلني اروح للطريق السليم لاصل لهدفي. فتقول يا اخي الله يجزاهم خير اللي حطوا تحويله. فما بالك اذا التحويله هذه اتت من الله سبحانه وتعالى في مسيره حياتك وليس مسيره الطريق. فيقول الله لك الان اخذت مالك، اخذت شيئا من جسدك، اخذت شيئا من اولادك، اخذت زوجتك، اخذت 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 وظيفتك، اخذت. ماذا تقول لله؟ هل تغضب؟ اذا كان البشر وقلت الله يجزاهم خير، فماذا تقول لله؟ هنا تبدأ التحويلة، من أنت وكيف تقول لله أنا ذا. ثم بعد ذلك تأتي للمجتمع، هل أنت إنسان ظلامي منطوي منعزل؟ هل أنت تفكر بأقدامك وأعضائك أم بعقلك فقط؟ فيجب أن نحرك العقل، هذه بدايتها. فأراد الله سبحانه وتعالى أن يلهم علي إلهامات أني أطلع على الإعاقة، أشوف إيش الإعاقة، ليش الإصابة هذه في النخاع تسبب هذا الشيء. مع مرة من كثر القراءة، وأنا هذه أنصح فيها الكل، من أراد أن يكون منجزا ملهما يصل إلى القمة، لا ويبني قمة فوق القمة، وهذه قاعدتي كانت في كتابي ذكريات إعاقتي، أني كتبت أول كلمة سنبني قمة فوق القمة وليس اعتلاء القمة فقط.
فكانت هي القراءة ثم القراءة ثم القراءة، كلما قرأت أكثر كلما أعطيت أكثر. فهذا المجال رائع جدا. فبعدها سبحان الله بديت أقرأ الإعاقة، دخلت في مجال التطوع أعجبني جدا، دخلت في مجال المسؤولية المجتمعية، وحصلت على مرتين متتالية من ضمن 100 شخصية ملهمة في العالم، المستوى العالم، من 100 شخصية ذات مسؤولية مجتمعية كنت أنا منهم، وكرمت أيضا وتم تكريمي أيضا عند الأمير سعود بن نايف بهذا الأمر، والمرة الثانية كذلك الحمد لله. ثم حصلنا على عدة جوائز، منها جائزة العطاء، جائزة الإنسانية، جائزة الإنسان الملهم، يعني أكثر من جائزة الحمد لله، وكانت على مستوى العالم. آخرها كانت في مؤتمر قانون للإنسان عن الإنسان الوفي أو الوفاء الإنسان، والحمد لله دخلنا في عدة مجالات. بعدين دخلنا بديت أعرف ما هي المسؤولية المجتمعية، بدينا نسوي فيها دورات تدريبية، الحمد لله حققت مستوى عالي من مجال التدريب والتنمية. بدينا نسأل يعني نبني مع دولتنا اللي هو بناء التنموي للأشخاص ذوي الإعاقة. وصلنا لمرحلة عالية الحمد لله، وصلت إلى أن أكون الممثل عضو المنظمة العربية للأشخاص ذوي الإعاقة، وكنت أنا ممثلهم في المملكة العربية السعودية. أيضا اشتغلنا في أكثر من دولة في الدول الخليجية، وأيضا كنا في رئيس لجنة إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة التنمية المستدامة في جامعة الدول العربية. والحمد لله مشت المسيرة إلى أن يعني وصلنا إلى مراحل عالية حتى في التعليم الحمد لله. بعد ما رجعنا كنا المعلم اللي رجع على كرسي وحصل على إنجازات، منها كمعلم مثالي وأيضا معلم طلابه يفهمون للمادة. فكان دائما التساؤل، هذه يعني طرفة بسيطة مع القصة، كان دائما التساؤل أنت كيف تدرس؟ تجي معنا ندرس بعقلي مو برجولي. فكان دائما التساؤل المستمر من الناس على هذا الأمر. ومشينا في حال مسيرتنا التعليمية الحمد لله إلين وصلنا إلى 25 سنة في التعليم، ثم تقاعدنا حاليا. بعدها جاتني الإصابة هذه، لم تتوقف يعني مسيرة العلمية والتعليمية والعطاء والمسؤولية المجتمعية بسبب إصابتي ولله الحمد. بديت أدرس هنا في المستشفى الماجستير في إدارة المشاريع الاحترافية التنموية للأشخاص ذوي الإعاقة، وحصلنا على الماجستير فيها الحمد لله. ثم بعد ذلك حاولت أني أكمل الدكتوراه في هذا المجال، ولكن بحكم الإصابة وتنويمي في العناية المركزة توقفت أكثر من مرة، حوالي 3 مرات أو 4 مرات، لأنه مدة طويلة كانت في المستشفى. البعض يقول طيب كيف بالمستشفى إذا طلعت؟ أنا كان لي بالمستشفى تقريبا الحين دخلت في السنة الثالثة وأنا منوم في المستشفى. فالحمد لله بعد ما نشرت البحث العلمي حقي اللي هو إدارة المشاريع الاحترافية للأشخاص ذوي الإعاقة، كرمت من الأكاديمية لتطوير الأعمال بالدكتوراه الفخرية، كانت قبل أمس قبل يومين، وأنا على السرير الأبيض يعني على قولتهم. فالحمد لله ولم يتوقف ذلك على أني أقف على لا أعطي. البعض يعتقد أنه لازم تعطي في الميدان، لا، هناك التقنية الحديثة، الذكاء الاصطناعي، التكنولوجيا طورت وسهلت الأمور كلها لك بأنك تستطيع أن تعطي، تستطيع أن تستخدم جميع وسائل التواصل الاجتماعي بأنك تقدم ما يكون قوي. أنا عملت برنامج اسمه جنود الوطن من ذوي الإعاقة. البعض عندما يقرأ جندي وطن، شلون جندي يا أخي أنت معاب؟ هل الجندي فقط بالسلاح؟ جندي بالقلم، جندي بالكلمة، جندي بالشعر، جندي في الكتابة، جندي في الثقافة، جندي بالتعليم، جندي في الصحة. لا يتوقف الأمر على أني أكون جندي بالسلاح. فعملنا برنامج الحمد لله متكامل وصدر على الإعلام، والحمد لله يعني كان برنامج قوي. وما زلت الحمد لله أني بطور العطاء، وإن شاء الله أسأل الله القدير أن يبارك لنا في أعمارنا وأن نكون ممن يعطون ويتقدمون.